أهلا بكم مجددا إلى الجلسة الثانية من منتدى جدة الاقتصادي 2014. عنوان هذه الجلسة كما أشرنا سابقا الحاجة إلى إصلاح بيئة العمل. يشارك في هذه الجلسة المهندس خالد بن سليمان العهلي نائب المحافظ للهيئة العامة للاستثمار، الأستاذ معتصم بن عبد العزيز المعشوق نائب رئيس تطوير الأعمال الجديدة بأرامكو السعودية، الشيخ حسين البنوي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي مجموعة البنوي، والبروفيسور خافيير سالا مارتن من جامعة كولومبيا. تقدم هذه الجلسة وتديرها الدكتورة لمى سليمان عضو مجلس إدارة شركة رولاكو، هي أيضاً عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بجدة، وكانت في الدورة الماضية نائب رئيس مجلس الإدارة. فقط أقلام سريعة عن الدكتورة لمى، هي عضو مجلس إدارة شركة رولاكو للتجارة والتعهدات بجدة، شركة ومالكة لنادي ومنتجع شامل للسيدات بجدة، عضو مجلس إدارة بالغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة، ورئيس مركز السيدة خديجة بنت خويلد لسيدات الأعمال، ورئيسة مجلس جدة لتنمية الموارد البشرية مكتب تسهيل، وأيضاً عضو في مجلس الأعمال السعودي الفرنسي، أيضاً هي حاصلة على البكالوريوس في اللغة الفرنسية والبكالوريوس في الكيمياء الحيوية من جامعة الملك عبد العزيز بجدة، والدكتوراه بالتغذية الكيماوية الحيوية من كلية كينغز في جامعة لندن. رحبوا معي جميعاً بالدكتورة لمى وبالمشاركين في هذه الجلسة. مرحبا لطيف. هيز اوكي. افضل الان. اسيومنج انك يمكن تشوف اكثر مني. يس. يس. زيارة من الان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا سنتحدث في هذه الجلسة عن كيف يمكن إصلاح مناخ الاستثمار والعمل في القطاع الخاص، أو أصلاً لنمو القطاع الخاص لندعم خلق الفرص الوظيفية بالنسبة لشباب المستقبل. طبعاً لما نتكلم عن المناخ سنتكلم عن الأنظمة والسياسات والإجراءات وتأثيرها على هذا النمو، كما سنتكلم على النمو نفسه كإنماء والمبادرين الجدد وكيف نخلق لهم، كيف أهمية استمرار واستدامة النمو بالنسبة أيضاً لتحسين الاقتصاد وخلق الفرص الوظيفية. وأخيراً سنتكلم عن أنه يمكن أن الهدف الرئيسي هو أنه يكون في تعاون وشراكة حقيقية بين القطاع العام والقطاع الخاص في عملية الإصلاح وخاصة في عملية النمو. فأولاً أريد أن أقدم لكم المتحدث الأول، وهو الدكتور خالد العوهلي، وهو نائب المحافظ الهيئة العامة للاستثمار. في الحقيقة لو تسمحوني في هذه الجلسة وما تحاسبون عليها، ولكن بعض الأمور سنتحدث فيها باللغة العربية وبعض الأمور سنكملها باللغة الإنجليزية حسب المعلومات اللي متواجدة عندنا، وبعض طبعاً من المتحدثين اللي معانا لا يتكلمون إلا اللغة الإنجليزية، فحيكون في بعض اللغتين تداول. الدكتور خالد، بس عشان نعطيكم فكرة بإيش هي الباكراوند، فهو يعتبر 9 years with the kingdom's economic offset program reaching to a director of offset projects، كما أنه عمل 5 years with the national industrial cluster development program of the Saudi government as vice president to leading to industrial clusters enabling. يعني أنه في الخبرة، طبعاً الخبرة الصناعية في الكلاسترز الصناعية. دكتور خالد لو ممكن تتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أود في البداية أن أتوجه للشكر والتقدير للمنظمين على إتاحة الفرصة للهيئة العامة للاستثمار للمشاركة في هذا المنتدى المتميز.
آمل من الله العلي القدير أن يوفقنا جميعاً للخروج من هذا المنتدى بفكر وأفكار وطروحات وإجراءات تصب مباشرة في نشاطات التنمية الاقتصادية في المملكة. في الدقائق القليلة القادمة سوف أتحدث عن أمرين. الأول، كيف بدأ التطوير الاقتصادي في المملكة العربية السعودية من ناحية تاريخية، ثم أتحدث بعد ذلك عن الإجراءات التي تقوم فيها الهيئة العامة للاستثمار حالياً لتكون مشارك فاعل في التنمية المستقبلية للمملكة. كلنا يعلم يا أخوان أنه عندما تم تأسيس المملكة العربية السعودية في عام 1932 ميلادي، كانت المملكة العربية السعودية لا يوجد فيها مقدرات، وكان الملك عبد العزيز طيب الله ثراه زين امام دوله ناشئه لا يوجد فيها موارد كثيره، وكان هي مركز العالم الاسلامي وبدات تاخذ مكانها في العالم العربي، وتبادات في ذلك الوقت في ظروف خارجيه كان العالم ذو خارج من حرب عالميه ثانيه اولى، العالم الاقتصادي الجديد الممثل في الولايات المتحده كان عندهم ما يسمى بالإيكونوميك كرايس في 1932، وربما حتى كانت البروسبكتيف اوف انذر وورلد وور كانت لومينج. المملكة العربية السعودية كانت في ذلك الوقت ناشئة. كان الملك عبد العزيز طيب الله ثراه امام عدة خيارات لبناء دولة حضارية كما نشهدها الان. كان بامكانه انه يقوم ببناء القطاع الخاص، كان بامكانه ان يقوم ببناء القطاع الحكومي، الا انه اختار شيء مميز جدا جدا، وهو انه احضر التقنيه العالميه. ستاندرد اويل اوف كاليفورنيا هي شركه امريكيه جاءت في عام 1932 للمملكه العربيه السعوديه من اجل انها تستكشف المقدرات الطبيعيه في المملكه، ما يسمى بالكومبتيتيف ادفانتجز اوف ذا كينج. بعد ذلك تطور الاقتصاد، بعد 5 سنوات جاءت الاقدار بفضل الله عز وجل ان من علينا بخيرات كثيره، انتقلنا من هنا خلالها صار عندنا موارد في المملكة العربية السعودية. انتقلت المملكة إلى الأربعينات في العالم الميلادي وبدأ بناء الهيكل التنظيمي الحكومي. في نهاية المطاف نجد أنه عملية التأسيس لسنوات طويلة، بدأ التأسيس في عام 1932 ميلادي، ثم بدأ العمل مع القطاع الخاص في الثلاثينات، ثم بدأ بالقطاع الحكومي بناء القطاع الحكومي. فواضح جدا منه من الاساسيات الاقتصاديه التطوير الاقتصادي اللي بناها الملك عبد العزيز طيب الله ثراه هي اننا نعمل على ما يسمى ب partnership economic development، اللي هي انها the state and market are complements with each other not substitute. تطور الاقتصاد بالمملكه العربيه السعوديه الى الخمسينات وبدا بناء البنيه الاساسيه، ثم الستينات واستكملت البنيه الاساسيه في التوسع في جميع مناطق المملكه، بدأنا ندخل في الصناعات التحويلية وأنشأنا الصناعات البتروكيماوية والتي تطورت بفضل الله عز وجل إلى أصبحت من أكبر الصناعات البتروكيماوية في العالم، ثم تدنى أسعار البترول في الثمانينات، وبالرغم من ذلك المملكة العربية السعودية استمرت على سياستها الاستثمارية وجذب الاستثمار، لم تضع أي حواجز أمام ذلك. في بداية العام في بداية القرن الجديد ولله الحمد الآن يوجد توسع كبير في الاقتصاد في المملكة العربية السعودية، والهيئة العامة للاستثمار تعمل مع الأجهزة الحكومية، وكلنا يعلم أن الهيئة العامة للاستثمار هي الجهاز الوحيد الحكومي الذي يرجع في تنظيمه الإداري للمجلس الاقتصادي العام، وهذا دلائل على الحكمة الحكومية في ترتيب وضع الهيئة العامة للاستثمار في موقع يسمح لها تكون شريك فاعل في تطوير الاقتصادي. الهيئة العامة للاستثمار تعمل على 3 محاور حالياً: المحور داخلي، ومحور مع الأجهزة الحكومية، ومحور مع القطاع الخاص. وكلنا نؤمنين بنفس المبدأ الذي تم تأسيسه من قبل الملك عبد العزيز طيب الله ثراه، وهو أن الماركت أند ستيت آر كومبلمنتس نوت سبستيوت، كلها بارتنرشيب بين القطاع الخاص والقطاع العام. أما من ناحية التنظيمات الداخلية تعمل فيها الهيئة العامة للاستثمار، فهي إعادة هيكلة الأنظمة والقوانين والتنظيم الإداري بما في ذلك التراخيص للاستثمارات الأجنبية والاستثمارات المشتركة. نعمل كذلك على وضع Unified Investment Plan، الخطة الاستثمارية الموحدة للمملكة العربية السعودية بالشراكة مع كافة الأجهزة الحكومية،
وهذه أقرها مجلس الوزراء بمرسوم بتوجيه ملكي على أن كافة الأجهزة الحكومية تعمل مع الهيئة الاستثمار للخروج بما يسمى باليونيفايد انفستمنت بلان، الخطة الاستثمارية الموحدة للمملكة. وهذا عمل نقوم فيه مع القطاع الخاص لأنهم في نهاية المطاف الذين سوف يعملون على مساندة الأعمال الحكومية في توفير ما تحتاجه القطاع الأجهزة الحكومية من خدمات أو من إنشاءات. المرحلة الجزء الثالث اللي تعمل فيها الهيئة العامة للاستثمار وهو التنسيق مع الأجهزة الحكومية لاستكمال مسيرة التطوير بيئة الاستثمار في المملكة العربية السعودية. فهذه الأشياء أنا أودي أختتم حديثي هذا بشيء مهم جدا. المملكة العربية السعودية دائما وأبدا وضعت القطاع الخاص في مركزه الأساسي كشريك ولاعب في جميع جهود التنمية في المملكة. عندما ننظر إلى التكوين الأساسي للاقتصاد في المملكة العربية السعودية نجد ولله الحمد أن الأمام ما يسمى بمونيتري بوليسي، السياسات النقدية للمملكة العربية السعودية أثبت ذلك بأنه الجي دي بي تو ديت ريشيو كانت في عام 1999 100%، الآن أصبحت 2.4% وهي قليلة جدا. كما أنه في سياسة المالية للمملكة العربية السعودية تعد ولله الحمد الريزيرف حق المملكة إلى أكثر من 700 بليون دولار. هذه أثرت مباشرة على ما يسمى بالفيسكال بوليسي اللي هي سياسات الضريبة فيسكال بوليسي اللي هي السياسة المصروفات الحكومية. المصروفات الحكومية هذه في مشاريع الآن تزيد عن 18,000 مشروع حكومي كلها تطالب تعطي كم هائل أمام القطاع الخاص للمشاركة في التنمية الاقتصادية. وهذا ما تسعى إليه الهيئة العامة للاستثمار أنها تقرب المستثمرين بأنظمة الاستثمار وتخلق وتسعى مع الأجهزة الحكومية الأخرى في إيجاد بيئة استثمار جاذبة. في ختام الحديث كل اللي أتمناه من القطاع الخاص أنه ينظر إلى فرص الاستثمارية التي يولدها المشتريات الحكومية على أنها فرصة على جلب التقنية وفرصة على إيجاد وظائف مجدية مستدامة لأبناء وبنات هذا الوطن، فرصة رائعة إلى أنه يحصل على certification وaccreditation من جميع الجهات المعنية في المنتجات التي يقوم فيها، فرصة رائعة لأنه يقوم بإنتاج منتجات قابلة للتصدير سواء لمناطق المنطقة الشرق الأوسط أو لخارج العالم، والرقي سويا مع الأجهزة الحكومية بالاقتصاد الوطني وجعله أكثر استدامة مع أخذ الاعتبار بالأولويات الوطنية. شكرا جزيلا لكم. شكرا دكتور خالد. حقيقة يعني إحنا كنا متوقعين أكثر وقت تأخذ، بس ما شاء الله عليك اختصرت. كنت أتمنى ولكن ضيق الوقت، أنت أعطينا أخذنا منك التعليمات. شكرا لك الله يسلمك. الآن نأتي إلى طبعا الشركة المرموقة اللي كلنا نعرف فيها اللي هي شركة أرامكو، إلى الأستاذ معتصم المعشوق وهو نائب رئيس تطوير الأعمال في أرامكو. وأعتقد أن الأستاذ معتصم سيتحدث عن مشاركة أرامكو في التنمية الاقتصادية والنمو الاقتصادي للمملكة. تفضل دكتور أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم جميعا. Excellencies, ladies and gentlemen, it's truly a privilege to represent Saudi Aramco in the Jeddah Economic Forum. My remarks will address our strategic business transformation within Saudi Aramco, our efforts at Saudization, and finally, the forum's overall theme, growth through youth. Today, our company, Saudi Aramco, is engaged in a significant strategic transformation. This is a once-in-a-generation exercise. We began the transformation from a position of strength as the world's number one company in crude oil and natural gas liquids production and exports. Already, we have overhauled our planning process and our organizational structure. Within a few short years, Saudi Aramco will grow to become a world leader in refining and, more importantly, a world leader in chemicals.
In sum, will be one of the top integrated energy and chemicals firm globally. Moreover, we are making substantial investment in research and development so that we will become a major creator of energy and chemical technologies, not only for our own use, but also for profitable sales to others. We're doing this because of the intrinsic logic of making the fullest and best use of Saudi Arabia's resources, both natural and human. We are doing this because the rising generation of Saudi talent is ready for the challenge. Saudi Aramco has a particular responsibility for the company's transformation initiative to foster development of a vibrant, competitive, energy-related goods and services sector in the kingdom. We will build on our past success, including local manufacturing of pipe, heat exchangers, electrical cables and equipment, steel, and the most recent expansion into the petrochemical industry. There is much more to be done, as I will explain. Our goals address both job creation and growth in productive investments in local manufacturing and services. We will leverage our significant capital expenditure towards meeting these goals. We aim to increase our proportion of in-kingdom spending to 70% over the next decade. Saudi Arabia has a major competitive advantage on the global stage. In labor-intensive manufacturing, our 25% to 40% labor cost advantage over Europe and the US can make a huge difference. We have advantages over East Asian manufacturing in terms of energy costs and logistics. Goods made in Saudi Arabia cost much less to ship to the growing markets of the Middle East and North Africa than do goods from the Pacific Rim. For both of these reasons, the kingdom is developing logistics hubs and is attracting selective manufacturing from the US, Europe, and East Asia to base plant facilities in Saudi Arabia close to their end user market. For example, in partnership with the national shipping company of Saudi Arabia, Bahri, Sembcorp Marine of Singapore, Saudi Aramco is assessing the development of a world-class maritime yard in the kingdom. The intended maritime yard will provide engineering, manufacturing, and repair services related to rigs, platforms, commercial vessels, and offshore service vessels. In the Eastern Province, Saudi Aramco plans to also facilitate the development of an energy industrial city. This will hold a significant attraction for energy-related investors as it will include a specialized vocational training center, a business district for energy company headquarters, incubator, and other support for startups. The maritime yard and the energy industrial city are prime examples of our strategy of anchor transactions. These are aimed at kickstarting the localization of industries through a single large investment with one or more external partners, combined with broad-based initiatives to improve underlying competitiveness and incentives to investors. Opportunities are also superb for services. To jumpstart a competitive Saudi services sector, Saudi Aramco recently partnered with General Electric and Tata to create a new Saudi business process outsourcing enterprise. Headquartered in Riyadh, this enterprise focuses on creating jobs for Saudi women to provide outsourcing essentials such as sales, customer relations, and back office services. Use of BPO services is significant in many parts of the world. But in the GCC, the phenomenon is still in its infancy. Demand growth in the region over the next 5 years is forecast to be 3 times of the global market. No Arabic-speaking country has so far captured the opportunity to serve as a hub for BPO services simultaneously in English and Arabic languages. Saudi Arabia now
is poised to capture that advantage. Many local players require support to improve their global competitiveness in areas including technical competency, investment support, and human capital. Saudi Aramco's integrated development approach focuses on performance transformation with support and investment tailored to each specific industry. To help the kingdom grow a competitive energy sector, we are concentrating on industries deemed competitive and offering the highest impact. We are building a platform of multiple investment vehicles for Saudi Aramco, and we are employing key enablers to allow the company's suppliers and business partners to mitigate risk associated with localization and Saudization. These are procurement policies aligned to give preference to local manufacturing and service providers who invest in Saudi Arabia. Our leverage is tremendous. Development of local skills and support for Saudization. This includes training in specific skill categories, offering manufacture and labor pool services, and certifying and rewarding companies that make Saudization a priority. Development of small and medium enterprises. Effective SME networks are key to supporting future growth and diversification. That's why we created WAED, the Saudi Aramco Entrepreneurship Center. We help entrepreneurs develop new SMEs that will support our company, our key suppliers, including in areas related to our strategic initiatives, such as the chemicals value chain and the maritime cluster. And lastly, we want to provide visibility to investors, and we are developing a market intelligence capability. The data will be the basis for communicating to the market our intent. But when we speak about the importance of youth in Saudi Aramco, it is not a sentiment or a slogan. It's a demographic reality. Just 5 years ago, in 2009, almost 70% of our employees were above the age of 35. Today, almost half of our employees are 35 or younger. And by 2018, we will have almost reversed the situation, with about 2 out of every 3 employees aged 35 or under. Since 2009, the number of 35s and under who are leaders has doubled to make up almost 10%. And while our employment or Saudization is at a very high rate of more than 85%, our small and valuable expatriate workforce is becoming younger and more diverse. The number of nationalities among our 35 and under within the expat employee workforce has gone from 37 to 65. Young Saudi employees now operate, maintain, and manage many of Saudi Aramco's most critical facilities. They are very capable and are increasingly empowered to make decisions and shape the company's future. Saudi Aramco has always made major investments in youth development. Today, this investment is greater than ever. WAED is not exclusively for young people, but it is a youth program in this sense. To be an entrepreneur, whether you are 17 or 70 years old, or anywhere in between, you need to be young at heart. And indeed, most of our WAED entrepreneurs are part of the under 35 generation. So it is fair to consider WAED to be at least a part of the youth development program. Let us mention one more Saudi Aramco initiative with a significant impact on youth. This is the contractors consortium we are developing for our various projects in the Jizan region. This will be a non-for-profit organization formed with the Jizan APC contractors. It will select, train, and hire Saudi nationals to meet the demand of the construction phase of the Jizan refinery and the terminal project. We hope that success with this initiative will lead to formalizing this process for all of our projects in the kingdom. My friends, Saudi Aramco's generational shift poses an exciting challenge for knowledge transfer. But we have planned this for many years,
and we're excited about meeting the challenge. What we are gaining gives us great hope for brighter days, not only for our company, but for the kingdom at large. Thank you so much. Thank you very much. شكراً لأرامكو، شكراً للمشاريع، ونأمل أنه تصل المشاريع هذه لنسبة أكبر وأكبر من المنشآت الصغيرة. الآن اسمحوا لي أن أقدم لكم بروفيسور Xavier سالا مارتن. بروفيسور Xavier هو بروفيسور في الاقتصاد في جامعة كولومبيا في نيويورك، كما هو اقتصادي Chief Economist Advisor of the Center for Global Competitiveness and Performance at the World Economic Forum in Davos. كما هو باحث مساعد at the National Bureau of Economic Research and a member of the Counseling Board of Telefonica. Thank you, please, Doctor. Hello. Thank you for inviting me to this forum. Let me see. This doesn't. It's not. Oh, here. No. Okay. As the Chief Economic Advisor to the World Economic Forum's competitiveness issues, I'm always asked by business leaders, by government officials around the world, how to improve the competitiveness of every country in the world. We currently measure competitiveness for about 150 countries around the world, including Saudi Arabia. And no, of course, I don't know everything. I see a lot of data, thousands of data. I don't know everything about every country. In fact, probably I am the person who knows the least about Saudi Arabian economy in this room. So instead of making recommendations, what I like to do in general is to ask questions that might help you think about the competitiveness of Saudi Arabia as you answer those questions. Now, the first question I always ask to every country is, what would happen if the main engine of growth today all of a sudden disappeared? Okay, I asked this, I'm originally from Spain, I asked this question to President Zapatero in 2000 in Spain. You know, Spain was in the middle of a construction bubble, and I asked him what would happen in Spain if all of a sudden construction disappeared. In Saudi Arabia, one should ask, what would Saudi Arabia do? What would they export? What would you produce if all of a sudden the oil industry disappeared? Okay. Now, if the answer to this question is, I don't know, or it's a silence, then you know there is room for improvement, room to change things to make the economy more competitive. Now, to think about how to do that, let's look at the following pictures, okay? Think about the following pictures. Think about what do they have, what they have in common, what they mean to you. One of them is Starbucks. Second is, whoops, Cirque du Soleil. Next is Zara. IKEA. And Facebook. Now, let's think about these pictures. What these pictures represent, obviously, is they are very, very, very successful ideas.
okay? Very successful businesses. Notice that there are very successful ideas in a wide range of industries. All of them are very old. Right, the circus was invented 3,000 years ago. Coffee was invented in Ethiopia in the 13th century. Clothing, right? We invented, humans invented clothing 70,000 years ago. In all of these very, very, very old sectors, somebody was able to innovate, create a new business that created thousands of jobs, hundreds of millions of dollars in profits. Okay. Sorry. Now, let me ask the following question. Now, if the people that came up with these ideas, Starbucks, Zara, Cirque du Soleil, Facebook, if these people had these ideas in Saudi Arabia, if these people had been Saudis, would they have been able to implement these ideas in Saudi Arabia? If Mark Zuckerberg had been Saudi and he came up with Facebook, would he have been able to implement Facebook in Saudi Arabia? Now, when I would say implement, I mean, would he had access to finance? Would banks finance, you know, a young person who has an internet idea? Would venture capital be available to him to develop his idea? Okay. Now, would he have survived the sea of bureaucratic rules that would allow him not only to create? It is not enough to create. It is not enough to trick the, you know, World Bank's doing business agenda to come up to go up in the rankings. It's not enough to create businesses. Wealth, the wealth of nations, jobs are not created by new businesses, right? In developed countries, in advanced countries, as many businesses as are created are destroyed. There's a big churn. Businesses are created, destroyed. That doesn't create new net wealth or new net jobs. The growth of a country comes when small companies become medium-sized, and medium-sized companies become large companies, right? Google did not create a lot of jobs in the beginning. When they were created, there were two people. Now they create a lot of jobs when they went from 2 people to 1,000 people to 30,000 people, right? The growth of small businesses is... Now, would they have been able to grow in Saudi Arabia? Would they have found sufficient talent? Would Mark Zuckerberg have found sufficient talent, you know, to hire, create and enlarge his company? Would he have, would he have access, would these companies, would Amancio Ortega, Zara, had access to supply chains, right? Sufficient inputs or readily available inputs to develop his corporation? Would he had access to the right infrastructures? And here I mean right infrastructures. It is not enough to have lots of infrastructures. Infrastructures have to be useful for businesses. This is very important. Would these people, had they been from Saudi Arabia, would they have had the right incentives to create and develop these ideas into successful businesses? Okay, the right incentives. Or had they been Saudi Arabian, would they have said, you know, I'm better off doing something else, as opposed to creating these very risky propositions, very risky ideas? And would they have had the right attitude? Would they have the right, you know, frame of mind to create these businesses once they have the ideas? So when we talk about the business environment, right, there is a tendency for people to talk about government rules, okay? But there is a lot more than government rules. There's a lot more to business environment than government rules, right? There is the finance, there is the mental attitude, there is the labor force. Lots of things matter for the right business climate, okay? Now, if the answer to any of these questions is no, right? No, they wouldn't have been able to do it in Saudi Arabia. That's where you need to think about, that's where you need to go to reform.
That's where you need to start thinking about changing things. Now, the second question you need to ask is, had these people been Saudis, would they have come up with the idea? Right? The first question is, if they had the idea, would they have been able to implement it? Right? Implementation of business ideas is one thing. But the most important thing is, prior to that, would they have come up with these ideas? Would, if Mark Zuckerberg had been Saudi, would he have dreamed of Facebook? If Amancio Ortega had been Saudi, would he have dreamed of Zara? If Guy Laliberté had been Saudi, would he have invented Cirque du Soleil? All right? Would they have had these ideas? Which brings me to the key topic of this conference, which is youth. Okay. The important aspect of youth is their education. Okay, their education. Now the question here is, if we think about had Mark Zuckerberg been Saudi, would he have dreamed of Facebook? The question is the education system preparing the youth to be sufficiently creative so that they come up with business ideas? Do we have an education system that prioritizes, memorization over curiosity? When we think about curiosity, I don't mean to induce children to be creative and to be curious. Children are naturally curious, right? Children at age of 2 or 3, they ask all kinds of questions. They are curious. Now the question is, those children, when they go to college, are they still curious? Or did the education system kill their natural curiosity? Do they ask questions? If you think of ideas, what is an idea? An idea usually has two parts. Number one, you need to see that something is missing, something is wrong, something doesn't work. You need to see a problem. The second part of the idea is you solve the problem. Now, if you don't see problems, you never see solutions, and therefore you never have ideas. Is the education system simply teaching children to answer the questions that the teacher asks, or are the children induced to ask questions, to be curious? Art, in order to be creative, you need to be observant. You need to look at things, you need to see things, you need to see problems. The best way we know to make people observant is through art, right? I challenge you now to draw a bicycle. You've seen many bicycles in your life. Can you draw one with the axis? And 99% of you will not be able to get the axis right. I challenge you to do that. If you draw, you are observant. If you're observant, you can ask questions. If you can ask questions, you can be creative. Another important aspect of the education system to promote creativity, the creativity that will allow people to come up with business ideas, is through interaction. Ideas usually are the combination or recombination of previous ideas. Starbucks is the combination of Wi-Fi and coffee. You combine McDonald's and pizza and you get Pizza Hut. Most ideas are the combination of two ideas. Are we teaching our children to combine ideas? In general, we tend to put children to excessive specialization. At a very young age, we want them to be, lawyers or engineers, and they usually study law or engineering or economics or medicine. Whereas most ideas come from combining knowledge from different fields. Do we teach students to cooperate as opposed to compete?
If we don't do any of these things, we are not having an education system that promotes the creativity, and therefore we will very hardly answer yes to the question, could any of these business ideas come up from Saudi Arabian children? And the last question I want to ask is, given that we need, and by the way, everything I say about this education problem, this is a problem that we encounter all over the world. We are in the middle of an education revolution. The internet and the new technologies are changing the way we see education, the way teachers and students interact. We have the massive online courses being developed in the United States, where people from all over the world can take classes in the United States from any country in the world as long as they have connection. We have the Khan Academy. We have a lot of new things going on in the education system. And there's no reason for any country to actually stay disconnected from this knowledge and education revolution. Now, the last question I want to ask is, who should be the priority when we think about the education system that promotes curiosity and creativity among our children? Now, one has the tendency, many government officials all over the world have the wrong tendency to equate innovation, the creation and implementation of ideas with research and development. And that's a big mistake. If you think of ideas as being developed by researchers, by scientists in the search for patents, then your education system should be for the elites. You should take the best students in the country, put them in superstar centers, or maybe send them to Harvard or MIT, and they will come up with ideas that will benefit the rest of the country. That's a big mistake. In order to see why this is the big mistake, let's look at the inventors of all these ideas that I mentioned. The creators of Starbucks were an English teacher, a history teacher, and a poet, hardly scientists or researchers. The creator of Cirque du Soleil was a street performer. Somebody was actually juggling balls in the middle of the street in Quebec, Canada. Amancio Ortega, the creator of Zara, was a worker. He was selling shirts before he created this big empire, before becoming the third richest man in the world by selling clothes. The creator of IKEA was a student. And of course, Mark Zuckerberg, the creator of Facebook, was also a student. Notice that none of them were a scientist. Great business ideas created by regular people. Jugglers, students, poets, history teachers. This is where ideas come from. Actually, there are studies. When you ask the question, where do business ideas come from, 92% of business ideas come from regular people. Only 8% come from scientists, from regular research and development. I'm not saying research and development is not important. It is very important for the medical industry. It is very important for ITCs. But most business ideas are not in these sectors. Most business ideas are created or come up with by regular people, students, workers. 72% of ideas come from workers. So the question is, are we ready, is Saudi Arabia ready to have the large majority of the children get the right kind of education? Okay, if you want to make the country more competitive, more innovative, you need not to focus the education on the superstar students. You need to focus the education on the regular people. Because at the end of the day, it's going to be
the workers, the jugglers, the poets, the history teachers, those are the people that if they get the right education system, they will get the right ideas. And if they work in the right environment, they will be able to implement. When that happens, Saudi Arabia will be the most competitive country in the world. Thank you very much. Thank you, Professor. Thank you for allowing me to speak. I've been trying to tell you that time is running short, but you were there, I was here, I was cut off. Anyway, thank you for having opened the subject that I think Sheikh Hussein Al-Banawi is going to be touching on. أريد أني أجمع الكلام اللي حكى الآن البروفيسور كزافير. يعني أبغى ألمح لفكرة أعتقد الكل كان سعيد بالذي سمعه. الموضوع أنه اليوم في نحن في فترة إصلاح في المملكة العربية السعودية. القطاع العام يصلح نفسه والقطاع الخاص يحاول أن يصلح بنفس التواكب مع القطاع العام. ولكن هل هناك في تنسيق بين الاثنين؟ فالكثير يعتقد أنه ما في كفاية من التنسيق وما في كفاية من مشاركة القطاع الخاص في هذه التصليح الإصلاحات التي قد تتم اليوم بالقطاع العام. كيف المهلة ممكن تكون؟ هل ما مدى تأثير هذه الإصلاحات اللي اليوم قاعدة تتم على القطاع الخاص؟ أعتقد أنه الشيخ حسين بنوي الذي هو رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة الصناعية التي تأسست في عام 1957 في جدة. اليوم تعتبر المجموعة الصناعية إحدى الرواد في صناعة الكيماويات المتخصصة والتعبئة ومنكهات الطعام، فهي توفر منتجات متطورة في التطبيق والأداء للعديد من القطاعات الصناعية الأخرى في الشرق الأوسط وأفريقيا والهند. تفضل شيخ حسين. ما في صوت؟ ما أظن. إلا الآن. إيه. يا ريت تخلوا الصوت عندي. أتمنى إنه أعرض بهالدقائق اللي عندي طموحات، معاناة، رغبات القطاع الخاص. كثير من زملائي أصحاب وسيدات الأعمال، وإن قصرت فالله يعين المودريتر، وما حق تكون أول مرة ولا آخر مرة يظهر دور سيدة تنقذ رجل من ورطة. فيعني المبدأ اللي أنا أبغى أبتدي طرحي فيه، لأن على أساسه نقدر نبني النقاش والجدل يكون سليم وصحي، ونخرج بالطروحات والحلول المطلوبة، ونصور التحدي أو المشكل بالطريق الصحيح. المبدأ اللي أنا مبني عليه إن القطاع الخاص يجب أن يعتبر شريك أساسي للقطاع العام. والحقيقة على مدى الأجيال والعصور من الواقع ان نقول ان القطاع العام كان الخاص كان اكبر مستثمر في الوطن، ورهانه على مستقبل الوطن واستقراره قوي وكبير وواضح وجلي فيما نحن موجودين اليوم بعد هالسنين. فان كنا سلمنا بهالمبدا ان القطاع الخاص شريك اساسي ومحوري لدفعت وتنمية القاعدة الاقتصادية، فبالمقابل لهذا العطاء وهذه الاستثمارات، فبالمقابل من الأحرى إن هالعطاء يكون له صوت مسموع وجلي، وهذا شيء نتعرف عليه في تعاملنا اليومي، إن في مساهم ونقدره كمساهم له إنجازاته وعطاءه واستثماراته، فمقابل هالمساهمة نعطيها الصوت ونسمع صوته. وإن وصلنا لهذا المبدأ وتعاملنا معاه على أساس ما يربط العلاقة بين القطاع العام والخاص، ففي الآخر والأخير حنجد إن صوت القطاع الخاص مسموع واضح، وأي حلول وأي أنظمة، قوانين، قواعد، سميها اللي نسميها سياسة عامة، تأثر على البرورة وصياغة السياسة الاقتصادية والعمالية،
يجب أن تخرج إلى التنفيذ بعد أخذ اعتبار هالمشاركة. هذا منظور القطاع الخام، هذا منظور القطاع الخاص، وفي الآخر كلنا نعرف أن الحلول السليمة على مدى الطروحات أكانت في وطننا ولا في دول أخرى هي تجي نتيجة هالكومبرومايز، هالحل الوسط اللي كل طرف يدوي دلو ويقول هذا اللي يناسبني هذا يأثر علي. المبدأ هذا اللي أنا بتكلم عليه الآن اللي أتمنى إنه يحرك الكلام اللي ححاول إني أطرحه في الدقائق اللي عندي، أنا أعتبر أساسي للطرح. يجب أن نأخذ بعين الاعتبار إن القطاع الخاص بيطالب إنه يكون هالشريك الأساسي في تعامله مع القطاع العام، وأي مخارج من القطاع العام تخرج في من بأسلوب أنظمة وتقواعد وتشريعات يجب أن تأخذ بعين الاعتبار ما يهمها القطاع ويأثر عليه. فمن هنا أنا اللي أبغى أقوله إنه في الآخر والأخير ونحن وصلنا على مدى السنين وبالذات في المرحلة الأخيرة لمناخ أنا أعتبره أصبح غير مجدي وأصبح عبء كبير على الكلمة اللي تمت قبل ما أكان إكزافير والأذر اللي هي الانتربرينورز المستثمر العصامي أنا أسميه. المناخ الحالي أصبح عبء كبير على المستثمر العصامي. القاسم المشترك في كل الشركات اللي طرحت أكان إيكيا، فيسبوك، ستاربكس، يونيم، كلهم اللي يربطهم هم انتربرينورز. وفي مجتمعنا وفي وطننا الغالي أنا أقول من الكثير من المحادثات اللي تتم والناس اللي أقابلها بالذات الجيل الشباب والشابات، عندنا ما يكفي من روح الانتربرينورشيب، عندنا ما يكفي من المستثمر العصامي، ولكن اللي مخلي هالمستثمر ما يعطي عطاءه اللي هو أصلا دافعه الحقيقي إنه يعطي ويستثمر وينمو ويكبر هو المناخ. فمن هنا أنا أبغى أبتدي بكلمة أساسية، أعتقد أن المناخ الحالي اللي نحن عايشينه وصل لوضع أن في كليرلي إفراط كبير ومبالغ كبيرة في التشريعات والأنظمة والقيود واللي مزودها من صعوبة اللي في الآخر يتلقاها القطاع الخاص وبالذات المستثمر الصغير، اللي إن هذه الإفراط في القيود والقواعد خارجة من عدة جهات، فما نتكلم حتى من جهة واحدة، خارجة من عدة جهات، فالكم كبير. وفي الآخر لما نسأل أنفسنا وش يحرك هالإنتربرينور، ونحن الكثير منا اللي ابتدينا كإنتربرينور صغار، وش اللي يحركنا؟ يحركنا المناخ اللي يقول لنا اصرف كل يوم من عملك فيما شغفك، في اللي تحبه عملك، بس إن هالشخص يقضي يومه وجزء كبير منه من يصرفه على إنه كيف يتعامل مع مناخ بيروقراطي صعب وأنظمة متشابكة ومستمرة، فحنجد إن هالشغف هذه هالحلم اللي هو يحلم فيه إنه يبتدي بفكرة وإنشاءه مع الوقت حيذهب. فتأثير الأوفر ريجوليشن اللي حاصر الآن لو عبء كبير ووزنه على المجتمع ودفع العجلة الاقتصادية أنا أعتبر وزن كبير وثقيل، وللبد من إعادة هيكلة حقيقة لكيف القطاع العام يتفاعل ويتعامل مع القطاع الخاص. ومن هنا نبتدي بشيء أنا أعتبره أساسي، إن إذا القطاع العام وطبعا جزء من عمله ومسؤولياته هو التقنين، ولكن إن عندما يقنن ويخرج هالأنظمة والقواعد حاطط يده على نبض القطاع العام، فما يستطيع أن يعرف وش اللي يحرك القطاع الخاص. يعني أنا أعطي مثال إن الطبيب يحط نبضه على 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 نفسه وقاعد يعطيك العلاج والهدف، ففي الآخر الأخير يعني المريض ما بيتعالج اللي يريد العلاج، والطبيب في الآخر ما أدى مهمته. فأنا في اعتقادي جدا مهمة إن القطاع العام يجد الوسائل والأساليب إن تخوله إن يضع يده على القطاع الخاص حتى يستطيع
أن يخرج بهالأنظمة والتشريعات والقواعد والرجوليشنز وما إلى آخرها بأسلوب في الآخر والأخير نصل لشيء اسمه البيروقراطية الموجهة لدفع العجلة الاقتصادية عن البيروقراطية لوحدها إن خرجت وعايشة في إطار التنظيم من غير ما يكون في ربط لدفع ونمو العجلة الاقتصادية ففي الآخر والأخير حنصل إلى شبه ما نحن فيه اليوم. فلذلك أنا أتمنى إن نوصل لنوع من الشراكة الحقيقية بين القطاع العام والخاص تخولنا إن أول شيء نبتدي فيه إن ما نختصر عمل مسؤول حكومي بمسمى وظيفي إن هدفك الرئيسي إنك تريجوليت وإنك تنظم وإنك تصدر التشريعات، ولكن أتمنى إن المسمى الوظيفي يخرج عن إطار الريجوليشن، لأن إن أي واحد منا اختصر عمله تريجوليت يومياً من يوم دخوله المكتب إلى خروجه ويجد أن هذا هو هاجسه الكبير وهمه الكبير to regulate ونخرج الأنظمة والقواعد، فكلنا نستطيع أن نستنتج أن في النهاية حيكون في an environment جو مناخ of regulation شيء بديهي يعني. فأنا أتمنى أن هالمسمى الوظيفي لأي مسؤول حكومي يخرج عن فقط مبدأ أن يا فلان والله يجزيك بالخير، ولكن كبر هالمسمى الوظيفي في مكانتك ومسؤوليتك من الريجوليشن إلى نسأل سؤال كيف هالريجوليشن هذه، كيف هالتنظيم تشريع اللي هو حتى لو كانت استمارة لازم تمليها ولا نظام جديد، كيف هذا حيدفع العجلة الاقتصادية، كيف حيهيئ المناخ لهالانتربرينورز اللي عندنا كم كبير منهم إن يستطيع إن ما يصرف وقته على معالجة المناخ البيروقراطي ويصرف وقته على الشغف اللي مخليه يصحى كل يوم ويحط على عمله اللي حتى يوم الأيام يستطيع العمل ينشأ يبتدي أول شيء ثم يصل إلى يوقف عرجوله ثم يمنو وينافس، لأن لعبة المنافسة وكلنا نعرف إن نحن صرنا جزء من هالنادي العالمي The Global Club، لعبة المنافسة لعبة حقيقية وتخلي يعني ولعبة ما هي سهلة، لأن ياما أفكار جيدة ابتدت في مناخ جيد وصلت إلى ما وصلت إليه بعض الشركات، وبالمقابل أفكار جيدة ومثالية ولكن نشأت في مناخ غير مهيئ وذهبت مع الريح. فيعني أنا أتمنى إن هالموضوع المناخ نركز عليه. أنا عارف في كثير من الطروحات والأسئلة والأجوبة وإلى آخره اللي نقدر نقترحها ونحسن المناخ، ولكن أنا أتمنى في طرحنا اليوم نركز على المناخ، لأن أنا في اعتقادي إن المناخ هي بطريقة تخلي هالمستثمر والقطاع الخاص والانتربرينور أكان موجود حالياً وقائم من سنين أو جديد إن اشتغلنا على المناخ، فأنا عندي ثقة بقدرة الانتربرينور فين ما كان يكون، لأنه هذول نوع من العينة المميزة في العالم كله هالانتربرينور، هم الحقيقة دافع العجلة الاقتصادية، هم اللي يحركوا الاقتصاد على فكرة، ولكن لا تخليهم يدخلوا في عالم البيروقراطية، هذا اللي يقتلهم، هذا اللي يخليهم في الآخر والأخير ما يبوا يتعاملوا، يوصلوا لوضع في أبثي يعني عدم اللامبالاة وخلاص أنا وش أسوي بهالمناخ. فأتمنى أن نركز على بناء تهيئة المناخ، إن ركزنا عليه فأنا عندي ثقة وقناعة إن هالانتربرينور الموجود بيننا حالياً أو جاي في المستقبل يخرج وينما ينشو. نقطة أساسية هنا أتمنى أني أركز عليها إن تهيئة المناخ الصح حتخلينا إن نجد ثروات جديدة، يعني نحن للبد إن نركز على المناخ اللي يعطينا قدرة نستحدث ثروات جديدة من بدايات متواضعة، يعني مو معقول مناخنا الحالي مبني على إنه يعطي دفة ويعطي وزن للثروات القائمة الحالية إنها تزيد، ولكن ما عندنا المناخ اللي يخلي ثروات جديدة تنشأ من بدايات متواضعة، فهذه بتكون خسارة لنا كلنا حقيقة، لأن إن في شيء شفناه في التصور زميل اللي ذكروا من هالإنتربرينورز كلهم ما تعدوا 10-15 سنة، ففي حاجة أساسية هنا، إيش اللي يخليهم ينشأوا هناك ما ينشأوا هنا، وأنا حختصرها هنا وبعدين نكمل في الجدل. شكرا. شكرا لك دكتور.
طيب شكرا شيخ حسين، استاذنا حسين، يعني اثرت كثير من المواضيع اللي اعتقد كثير من اللي جالسين نحن اليوم في عدد اكبر بكثير من القطاع الخاص، ولكن لازم نبعث اليوم نرسل رسالة تكون واضحة بأولاً، يعني وجوب أنه يصبح هناك مشاركة حقيقية وأكبر وأكثر من القطاع العام مع القطاع الخاص في وضع الأنظمة. في يعني أنت بتتحدث أثرت فكرة عندي أنه كمان كثير من الأنظمة والإجراءات بعض الأحيان تكون مبنية على كيف يقلل نسب التحايل، وهذه كمان أنا وجدت في كثير من القطاع العام، لأنه بعض الأحيان هناك كثير من الأساليب اللي بس برضو أحب أوصل رسالة أنه التحايل بعض الأحيان سببه كثر الأنظمة والسياسات والإجراءات وعدم وجود فجوة بين الأسباب اللي وضعت القطاع العام هذه السياسات والإجراءات وكيف تلقى القطاع الخاص، وهل فهم القطاع الخاص ما سبب هذه السياسات والإجراءات. وهذا البعد اللي بين القطاعين هو زي ما تفضلت وقلت الحل الوحيد فيه، وهو الحوار والمشاورة بين القطاعين. طالما الكل تحدث كنت حابة أشوف إذا الأحاديث أثارت لبعض من المتحدثين أفكار مثلاً حبوا أنه يوضحوها. هل أحد سمع من الحوارات؟ لأني أنا مثلاً سمعنا من أرامكو كمية المشاريع التي طرحت اليوم بالنسبة للمشاركة أكثر ودعم الاقتصاد المحلي وخاصة المبادرين. هل تعتقدوا أنه حتى المشاريع، هل المبادرين اللي بيواجهوا أرامكو اليوم بيجدوا أنه في هناك تحديات بتواجههم بالمناخ الاستثماري؟ سؤال لأرامكو. هذا سؤال لأرامكو. أنتوا عندكم مشاريع بتساعد المبادرين، أكيد أنتوا شايفين إذا المبادرين اللي الآن بيبتدوا معكم أو الأوت سورسينج، هل بيواجهوا، هل أنتوا بتحسوا أنه بيواجهوا بعض التحديات بسبب عدم كفاية إصلاح المناخ الاستثماري؟ وأنا تكلمت عن ثلاثة عوامل بالنسبة ل أفكار أرامكو للتنمية المحلية، يعني three dimensions the way we look at the contribution إلى الاقتصاد. One dimension اللي هو medium to long term, it's all about supporting enablers. Enablers, business environment, procurement incentives, creating the right environment for entrepreneurship, creating visibility for investors. ترى visibility مهمة جدا. If you plan to invest in activities of that are generated from Saudi Aramco's capital investment, you need to have the right information. So we are providing the right information for our capital program. هذا one dimension, عامل مهم وعامل that works over a medium to long term. العامل الثاني اللي هو understanding in depth the industry opportunities that we have to tackle اللي فيها فجوة بالنسبة للسعودة وفجوة بالنسبة ل contribution from the local economy point of view. We have done studies في Aramco and we show that we have two broad sectors: manufacturing and services. Manufacturing, we look at being very selective. You have to look at where you are competitive. The services, we have to look at readiness of the Saudi labor force to qualify for the jobs in the labor market. واخر عامل وبالنسبه لي عامل جدا مهم هو عامل الاستثمار. Investing to make things happen. وبالنسبة لأرامكو, we have three different approaches بالنسبة للاستثمار. One approach اللي هي استثمارات خلال شركة واعد. استثمارات نشارك الانتربرينور في أعماله
and we joined together in scaling up the business to make things happen. Wa'ad Ventures, Sharika Venture Capital, we call it an SME fund that is available to support entrepreneurs. The second investment dimension that we concentrate on is Saudi Aramco Energy Ventures, اللي هي Global Venture Capital Fund, where we invest globally in technology companies. And we try to bring them إلى المملكة. And lastly, just one last dimension, since you asked. I didn't know it was that long. تفضل. One more dimension. The last dimension في قاعدة الاستثمار لأرامكو السعودية اللي هي المشاركة مع صندوق الاستثمارات العامة أو شركة سابك بإنشاء شركة وطنية للصناعات الأساسية في المملكة. طيب. إن شاء الله الشركة will be launched soon and this will have a major طيب. impact. أنا يعني شكراً للجواب بس الجواب خلانا نشوف إنه برضو again في مؤسسات عامة بتعمل عمل يقال إنه عظيم. كل على أرض الواقع هذا العمل ما بيوصل للكثير من المجتمع. يعني اليوم عندنا حوالي 2 مليون منشأة صغيرة موجودة. الـ2 مليون منشأة صغيرة هدول ما هم حاسين إنه هن قادرين يوصلوا لكثير من هذه المشاريع اللي نحن بنسمع عنها. نحن بنسمع عنها، بنحضر مؤتمرات ونسمع على المقدمات على هذه المشاريع. في نوع من الفجوة بين كيف يصل المنشأة الصغيرة اليوم لهذه المشاريع، أو حتى الشباب بيتخرجوا اليوم، كل ما أسمع الشباب بيقول لك نحن محبطين. طيب هل الشباب كمان ما هم عارفين كيف يوصلوا؟ إذا نقطة الوصول أعتقد ممكن تعاد النظر فيها. من السؤال لساجيا كنت حابة أعرف، أنتم بتقولوا إنه في تنسيق حيصير بين القطاعات العامة المختلفة عشان يحاولوا إنه يرفعوا أو يصلحوا مناخ الاستثمار عشان يساعد المحلي والأجنبي. فإيش بالضبط اللي هو كيف حيتم هذا التنسيق؟ لأنه في الماضي معروف إنه التنسيق جدا صعب. الشيء الثاني يعني حاليا في تغييرات كثير في الأنظمة اللي بساجيا، ونحن فاهمين إنه ساجيا الآن في فترة انتقالية وهذا طبعا مفهوم، ولكن في نوع من التوقيف بالنسبة للمنشآت اللي قائمة اللي قد قامت في الماضي، هذه صاير يعني شعر إنه عليها بعض الضغوط. كيف ممكن هي تتحمل الفترة الانتقالية هذه وتغيير الأنظمة؟ هذه صحيح موضوع بالنسبة لساجيا الكل، يعني خاصة في الغرف التجارية موضوع دائما يتداول. إذا ممكن بس توضحنا السؤالين هذول. بكل سرور. أولا أبدأ في أخ استكمال حديث أخوي حسين فيما يخص وجود أنظمة لربما تكون بوجهة نظر بعض الأخوان أكثر من اللازم في القطاع الحكومي. أحب أعطي مثال على المستوى الوطني ومثال على مستوى الهيئة العامة للاستثمار. الأمثلة هذه بتوضح ما كنا عليه من حال وما أصبحنا عليه من حال. عندما بدأت التنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية في 1950s و 1960s، كان القطاع الخاص معطى منتهى الحرية في استقطاب أي كادر بشري من أي مكان في العالم، زين، تقريبا دون شروط. كانت مجرد الفيزا اللي تدفع أو القامة اللي تدفع لها. انتهينا في عام 2010 إلى مرحلة عليه إنه الحكومة اضطرت أنها تسوي ما يسمى بالإنترفينشن، تصحح الوضع في مخص نطاقات. فالقطاع الخاص دائما وأبدا مبدئيا دائما عنده المنتهى الحرية، ولكنه في بعض الأحيان القطاع الخاص يحتاج إلى أنه يقيم وضعه فيما بينه من تعاون. أنتقل إلى المثال الآخر اللي هو الهيئة العامة للاستثمار. أول ما بدأ الهيئة الاستثمار كانت في منتهى الحرية أن تعطي كثير من المستثمرين اللي كانوا في المملكة أو من خارج المملكة أو الجوينت فينتشرز اللي هي مشتركة منتهى الحرية للعمل في أي قطاع كان في المملكة العربية السعودية، أي قطاع اقتصادي، أي صناعة. ولكن الحال تغير بأنه توجهت تلك الصناعة الاستثمارات إلى أشياء، إلى استثمارات في أغلبيتها، لا أقول جميعها وإنما أغلبيتها، لا تصب في مصلحة الوطنية من ناحية نقل التقنية والمعرفة
وإيجاد وظائف مستدامة وذات جودة لبنات وأبناء الوطن. هذه الأمثلة تبين أنه في حالات يجب أنه يصير في ما يسمى بالإنترفينشن على أساس تصحيح الوضع وتسيير الأمور ومسارها الطبيعي فيما يخص ما يسمى بتارجتد بوليسي تشينجز اللي هي السياسات الحكم توجيه السياسات الحكومية. المبكرة بالسعودية بلد منفتح، أنا عندي قائمة بما يسمى بالبزنس كلايمنت، قائمة طويلة، لا يوجد في المملكة العربية السعودية بيرسونال تاكسس، ولا واحد منا يدفع بيرسونال تاكسس، ما في بروبرتي تاكسس، الامبورت تاكسس ار بينج ريديوست وان افتر، كل سنة ينقص البروبرتي تاكسس، الكهرباء تقريبا واليوتيليتي المويه والكهرباء اولموست فري تشارج، الغاز از ديفايز، في كثير من الاشياء في هيوج بابليك انفستمنت في السوق سعودي اندستريال ديفلوبمنت فند هيومن ريسورس ديفلوبمنت فند التدريب ربع ميزانيه الحكومه تروح على التدريب وبيلدينج ذا هيومن كابيتال فالانسنتيفز كثيره. فخلاصه القول انه اللي التصحيحات اللي تحدث الان في الهيئه العالميه للاستثمار هي من اجل هدف واحد فقط وهو استقطاب الاستثمارات التي من الممكن ومن الواضح انها سوف تساند اعمال ونشاطات التنميه الاقتصاديه في المملكه. احنا نريد استثمارات في قطاع القطارات، نريد استثمارات في قطاع الصحه، نريد استثمارات في قطاع البناء والتشييد، لا نريد استثمارات لا تضيف لنا شيء جديد، كما لا نريد استثمارات تزاحم ابناء وبنات الوطن اللي مثل ما تفضلت يا اخوي حسين يحاول انهم يبداون بزنسز ويحاول انهم يبداون اعمالهم زين ما تصير يسوي لهم كراودنج افكت وبعدين يطلعون من البزنس. فهذه التصحيحات اساسيه من اجل ان يكون القطاع من اجل ان يكون القطاع الاقتصادي ناجح بمعنى الكلمه ويوفي المحتاجات والمتطلبات الوطنيه. نقطه الاخيره في هذا الشان فيما يخص الانتربرينورز وخصوص سمول اند ميديم انتربرايزز، يوجد تقريبا في المملكه العربيه السعوديه ابتداء من واعد في ارامكو وانتهاءً في كثير من الاجهزه الخاصه وشبه الخاصه والحكوميه التي تعمل على مسانده الانتربرينورز. في الهيئه العامه للاستثمار نحن الان في صدد وضع ما يسمى ببلاتفورم، قاعده تجمع كل هذول، كل في متخصصه، كل في مجاله، وكل فيما يقوم به من تقديم من خدمات، ولكن نحن نحاول نجمعهم بحيث انه يصير في نقطه اتصال وتواصل بين كافه هذه الجهات، بحيث انه الانتربرينورز ابناء وبنات الوطن يدخلون على البلاتفورم هذه القاعده ويجدون امامهم كافه الاجهزه اللي تساندهم. هذه من جزء من الاعمال التي تقوم فيها الهيئه. بنفس الوقت واحب اذكر شيء في غايه الاهميه ان الهيئه العامه للاستثمار في امرين، اولا التصحيحات التي تمر فيها الهيئه يوجد ما يسمى بالفاست تراك المسار السريع لكافه الشركات اللي في المملكه ذات الاعتبار والقيمه والمصداقيه لم تتاثر ولن تتاثر في المسار التصحيحي التي تقوم فيها الهيئه في الشركات الاقل الصغيرة والمتوسطة التي تم التصريح لها من قبل الهيئة العامة للاستثمار. فهم في مسار خاص وفي لهم مجموعة من الإخوان والأخوات في الهيئة العامة للاستثمار معنيين بالعناية بتلك المستثمرين بهؤلاء المستثمرين. فهذه مهم جدا وفي سايت في إيميل أدرس اسمه info@sagia.com وفي وراءه فريق متكامل كول سنتر يجيب على كافة الأسئلة. فهذه من جهة. من ناحية الجهة الانتربرينورز الآن على سبيل المثال الحصر نعمل مع بجامعة الملك عبد الله للعلوم التقنية الآن ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم التقنية عندنا الآن إلى الآن خلال أقل من 6 شهور صرحنا لأكثر من 8 innovative companies شركات رائدة جدا خرجت وليدة من جامعة الملك عبد الله للعلوم التقنية في أشياء متخصصة جدا وهي صغيرة تكاد تكون صغيرة جدا ومع ذلك أخذناها احتضرناها رخصنا لهم والآن وفرنا لهم مكان لبداية أعمالهم في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية. فهناك عدة إجراءات بس في نهاية المطاف القطاع الخاص هو شريك أساسي في التنمية وبنفس الوقت القياديين في القطاع الخاص هم من يتوقع منهم أنهم يعملون في تطوير سلسلة القيمة المضافة في كل في مجال وكل في متخصصه وبنفس الوقت إعطاء الفرصة للشركات المتوسطة والصغيرة إنها تشاركهم في المشاريع التي يحصلون عليها من قبل سواء الأجهزة الحكومية ولا هذا مجال وبالتالي وكذلك من المشاريع التي يحصلونها من القطاع الخاص. فأتمنى أني غطيت الموضوع. بالعكس شكرا لك. شكرا لك أخي.
أعتقد إنه ممكن نبتدي نأخذ بعض الأسئلة. لا، في حماس جدا بطلت. طب في مايكرو، تفضل سيدي. عارف، شايف الوقت الساعة 12 وربع، ترى حنضطر نوقف الجلسة عشان الجلسة اللي بعدها، بس عشان الكل يعرف. يا ريت بس إذا مداخلة فتكون خفيفة من غير دباجة، ما في داعي الشكر. وإذا سؤال، نعم، الاسم والجهة كمان لو سمحت. يعطيكم العافية. أنا تركي حسين فدعق، مدير الأبحاث والمشورة في شركة البلاد المالية. أنا اقتصادي أيضاً وعضو في جمعية الاقتصاد السعودية وعضو في لجان الأوراق المالية. أنا لفت انتباهي في الحقيقة لكلمة الشيخ حسن البنوي، وأنا أعتقد أنها يعني وجهة نظر جديرة بأخذ الاعتبار. لكن قبلها الحديث البروفيسور أثار نقطة مهمة جداً، وهو سؤال مهم جداً، أنه تباين السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في فترات زمنية مختلفة يؤدي إلى ما ذكره الدكتور الشيخ حسن البنوي. أنا سؤالي للبروفيسور سلام مارتن، سؤالي هو: ما هو الأثر الذي من الممكن أن يحدث على أي اقتصاد إذا كان هنالك تباين في السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في فترات زمنية مختلفة؟ يعني إحنا عندنا من عام 2005 إلى اليوم 8 سنوات، الاقتصاد خطى خطوات كبيرة. عرفت، خلاص. قبل 2005 كان الوضع والسياسات مختلفة. مزبوط. شكرا. شكرا للسؤال. Please. I think a lot of the discussion has been on whether there is too much regulation or too little regulation. Well, nobody has argued that there is too little, but I think the key issue is how regulation impacts. Regulation in general tends to be well intended, right? Regulators mean good things. The problem is that most regulations have unintended consequences, and that's why I think the partnership between the government and the private sector is so important. The private sector knows how any well-intended regulation will have an impact on them, and therefore that's why they need to talk. Very often, government officials are not able to really see the impact of their well-intended regulation. Let me give you one little example. Many of the panelists have been discussing how to protect entrepreneurs, okay? On top of being a professor at Columbia, I've been the treasurer of FC Barcelona, and you know, this weekend we're going to be playing Real Madrid for the Clásico, and we have a youth academy where all young people are grown, and you know, they become superstars like Messi, Iniesta, Xavi. Now, think about what would have happened to them if we had protected them excessively, right? Think of what would happen. Would Rafael Nadal be the best player in the world if he had been protected against competition? Okay. Of course, you have to nurture their abilities. You have to, you know, give them the tools to develop. You need to give them the skills, you know, allow them. But they need to compete. If you don't compete, you're never going to be competitive. Okay, and our players have been in Barcelona, they have been forced to compete with the best players in the world. There is no protection. So a well-intended rule to protect entrepreneurs might actually end up backfiring. Okay, and that's where the private sector needs to discuss with the public sector, because the public sector might be very well-intentioned, we're going to protect entrepreneurs, and they might be making a mistake. That's why the council, the Competitiveness Council of Saudi Arabia, should be led by the private sector, not by the government sector. Government should listen to the private sector and then act. And this is the protecting entrepreneurs is just of one, which is one of thousands of possible examples. Can I get the private sector to answer that?
Where everybody well, is said, also well like said, well said, well said. And I would like to تعليقي وأتمنى أنه يأخذ بعين الاعتبار لأنه بيعكس كثير من أتمنى أن في موضوع تصحيح ما تم من خطأ في أنظمة قواعد اللي هي ما يعالج بزيادة تنظيم. أظن هنا يجي المسؤول يقول هذا الخط الأحمر للي عنده المعاونين واللي فوق الخط الأحمر لا تقولوا لي نبي نعالج أخطاء تنظيمية في السابق بزيادة تنظيم. هذه لو تمت لا بل أنا أكتر أقول لهم أنا أبغى منكم إنه إذا الآن تسألوني على المناخ الحالي وكيف أنا أطلب من كل جهة حكومية أن تقطع الريجوليشن اللي موجودة عندنا من أوراق استمارات باي 50%. نقول لهم يا عمي التارجت حقكم زي ما نحن 50% لأن الله يسلمكم النقطة الأساسية هنا إذا ما نهيئ المناخ الصح وش يصير بإعادة هالريجوليشن بطريقة فعالة وش يصير اللي دفع الخطأ وكلفنا الخطأ اللي راح اللي تلاعبوا على النظام مين اللي يدفع ثمنه اللي جالسين والجديد الانتربرينور اللي عنده فكرة ثمنها ذهب ما هو قادر يطلع لأن رمينا عليه أخطاء تصحيح الماضي بأكسس ريجوليشن وفي الآخر والأخير حنجد إن عجلة النمو وعجلة دفع الاقتصاد انتهت لأن انتربرينورز رجعنا والكلوز انتربرينورز هم الانجن الحقيقي لاي اقتصاد في العالم كله صح ولن نهيئ المناخ لهم ابغى اخذ راي بعض المنشئات دكتور تفضل السلام عليكم جميعا عليكم السلام صادق مالكي دكتور في جامعه الملك انا بس ابغى اوجه سؤال يعني I agree with reducing regulations for sure بس الدكتورة لما والأخ حسين بنوي كليهما درسا في لبنان لا أنا ما درست في لبنان ولا شوي أنا خريج جامعة الملك عبد العزيز بس حديثي لبناني لأنه والدتي لبنانية ما لي دخل بلبنان طيب أنا بس حابب أعرف من الأخ حسين أثر التعليم في لبنان على حياتك إيش كان يعني البيئة المدرسية يا جماعة في بلدنا فيها إشكالية كبيرة بس معليش ما حاسمح بالرد على بس اعطيك ليش لانه أوكي. اذا حنقعد يعني انا اعتقد انه هذه حترجع لموضوع بس انا وصلنا انه نحن عم نحكي على التعليم ومدى تاثيره على انه الاخ حسين اصبح اليوم في ما شاء الله في المستوى اللي هو وصل له انا بقول انه مستر سالا مارتن spoke about the need for education. rethinking education صح Now, rethinking education should not be from inventing the wheel, but learning from the environments around us in terms of educational backgrounds. It's very important we build our educational system before we're thinking about helping the entrepreneurs. صح أصلاً دكتور معك حق لأنه عشان كده أنا أحب أزيد كمان على هذا الموضوع إنه لازم يصير في شراكة أكبر بين الأكاديميين والقطاع الخاص عشان يعرفوا بالضبط ما يحتاج الشخص. اللي يصبح بكرة صاحب عمل فهذه نقطة مأخوذة بعين الاعتبار مين آخر سؤال لو سمحتوا عشان بعدين حنحط بعض ال تفضل أي تفضل شفتك أول سوري السلام عليكم فهد محمد الحمادي عضو غرفة الرياض عضو المنتدى الاقتصادي الرياض الاقتصادي أهلاً شكرا سعادة الرئيسة سؤالي أو مداخلتي للأخ خالد العوهلي رئيس نائب رئيس الهيئة أخ خالد ذكرت في مجمل حديث في بداية حديثك الملك عبد العزيز يرحمه الله وبدايته في التخطيط بدأ بأرامكو وبدأ بالثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية لعلك في هيئة الاستثمار الثروة المعدنية إلى الآن لم نجد أي نتيجة عن محافظات وأجزاء المملكة العربية السعودية لعل هيئة الاستثمار تنتج شيء للشباب في هذه القرى والمراكز في المملكة العربية السعودية ولعلكم في تكونون في هذه من الرواد في هذه الجزئية سؤالي الآخر للأخ نائب رئيس التطوير الأخ معتصم أرامكو لها دور كبير ولكن دورها في ريادة الشباب قليل جدا الشباب يحتاجون في جميع أنحاء المملكة يحتاجون إلى ريادات جميلة جداً يحتاجون إلى محاضرات في الجامعات ولله الحمد في كل محافظة وفي كل مركز من المملكة العربية السعودية يحتاجون إلى تطوير
في ريادة الأعمال. شكراً. المداخلة الأخيرة لعل يكون في تطوير من هذا المنتدى، تطوير لحاضنات شباب الأعمال ودعم مالي من رجال الأعمال. شكراً. شكراً لك. أتفضل. أبغى لو سمحت بس شكراً جزيلاً على سؤالك يا أخي الكريم، بس مجرد توضيح، وهذا لا يمت الهيئة العامة للاستثمار بصلة بأي حال من الأحوال. أنا يعني في مشاريع عظيمة في المعادن، شركة معادن تم تأسيسها من قبل المملكة والآن أصبحت شركة متداولة في سوق الأسهم، عندها مشروع جبار وهائل في رأس الخير لصهر الألمنيوم، المشروع الثاني هو في وعد الشمال لصناعة الفوسفيت، كلا المدينتين هذه مدينة تعدينية وهذه مدينة صناعية متكاملتين استثمرت وما زالت المملكة تستثمر فيها شيء الكثير. فهناك عمل عظيم حكومي في هذا الشأن، وأرجع أكرر هذا لا يمت الهيئة العامة للاستثمار ولا ندعي أننا دخلنا فيه. شكراً. فحبيت مجرد توضيح. أستاذ معتصم. شكراً. الإخوان اللي جالسين جنبك هم رؤساء مركز واعد لريادة الأعمال، ممكن يعطوك شرح وافي عن دور أرامكو في ريادة الأعمال، دور أرامكو في دعم الشباب. شكراً. وحالياً في الفندق هذا في دورة تدريبية إلى رواد الأعمال في منطقة جدة من شركة أرامكو السعودية. أيوة صح. شكراً أستاذ. طب معليش سامحوني بس إذا ممكن نحط الأسئلة. Can we get the statements? Hello. والله هم اللي قالوا لي صار لهم ساعة بيبعتوا لي رسالة نحط statement. تفضل. لا أنا وعدت الأخ هنا. تفضل سيدي. Will I? They're not here. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام. أول حاجة بنتقدك أختي الفاضلة، أعطيت المحاضرين وقت استرسلوا وتركت الجمهور ما يسأل. سنسمع منهم نستفيد. طيب. سؤالي باختصار، أنا حياتي الوظيفية أو العملية 45 سنة، منها 25 في الدولة و20 في القطاع الخاص. ما شاء الله. بنسمع عن دعم صندوق الشباب. أيوة. بنسمع إعلانات ودعاية وكذا، ولكن لا يمثل 5%. شباب كثير يدوروا فرص، يدوروا دعم. يعني حتى الشباب اللي 5% بيعطوهم دعم 200 أو 400 ألف، بيدون المبلغ ويسيبوه سنة سنتين، يستحوذ واحد أجنبي على المشروع ويتركه. فين المناخ الأساسي لاستقرار الوظيفي بالنسبة للشباب هذول؟ شكرا لك. صح. دقيقة. مين يحب يرد على هذا السؤال؟ بس على السريع يا ريت أخي حسين عشان خلاص. أنا أعتقد إن نجد إن 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 نحاول نقول إن حنجد هالوظائف الجديدة بالعجل اللي تمناها، أنا في اعتقادي لا، ولكن اللي 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 يخلي هالوظائف تخرج على الملأ هي عندما الاقتصاد ينمو، نمو الاقتصاد يجيب معه وظائف، والوظائف الجديدة هذه هي اللي نحن نبغاها لشبابنا وشاباتنا. ولذلك أنا حاول تركيزي كان كله اليوم على المناخ. إن أعدلنا في هذا المناخ، أنا متأكد إن المستثمرين والشركات الحالية الموجودة في وطننا حتستطيع تنمو وتخلق وظائف جديدة، بإضافة إلى موضوع الإحلال اللي الآن تامم وكلنا عارفين عنه. شكراً أخ حسين. طيب السؤال الأول خلص، خلصنا. ما تبغوا الستيتمنتس؟ Can you forget about the statements? They don't want the statements. ممكن تردوا طبعا على هذا على القليلة، حرام سويناه. لا صحيح. Competitiveness is being damaged by overregulation. Agree or disagree? لازم حلو. اللي عنده. Next. هذه نفسها ولا غير؟ هذا جزء. طب خلصنا هذه ولا لا؟ شغالة ولا ما يشغل؟ إلا تشير counting up. أوكي. بس 24؟ أوكي. طيب next. There 14% that disagree. Public-private partnership must be at the center of economic activity initiatives. يعني دعم وزيادة الشراكة
العام مع الخاص مثل أرامكو وسابك معادن. طيب خلاص أعتقد إنه ضيفنا الجلسة، لو سمحتوا سيدي أعتقد خلاص الجلسة الجاية لازم تبتدي. شكرا للمتحدثين وشكرا لكم، شكرا على صبركم علينا، ونتمنى للقطاع الخاص كل التوفيق، في أمان الله.